انا شرقاوية يا ولا انا شرقاوية من يا القمحي يا ولا احلى صاوية انا شرقاوية يا ولا انا شرقاوية من يا القمحي يا ولا اجدع صبية انا شرقاوية يا ولا انا شرقاوية من يا القمحي يا ولا احلى صبية انا شرقاوية يا ولا انا شرقاوية من يا القمحي يا ولا اجدع صبية ميل وتعالى يا واد ميل ميل وتعالى احنا الشرقوة يا ولا احلى رجالة احلى عروسة يا ولا احلى عروسة احلى عروسة يا ولا من الشرقية احنا الشرقوة يا ولا احنا الشرقية يا عروسة يا ولا دول مية مية هايل ومايل يا ولا هايل ومايل القطن في غيتي يا ولا يعمل عمايل ميل وتعالى يا ولا ميل وتعالى ماسك الخرزانة يا ولا وعواج الطاجية أنا شرقاوية يا ولا أنا شرقاوية أحلى صبية يا ولا أنا شرقاوية أنا شرقاوية أصيلة أنا شرقاوية لا حبش ولا نجيب سيرة ده أنا شرقاوية ماشينا ماشي غامينا أنا شرقاوية أحلى بنات يا ولا بنت الشرقية الله عليك. مساء الخير على كل متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. الحاجة نبيلة ترند للسوشيال ميديا وترند الشرقية. اهلا بيكي ومنورانا وابنها هيثم، يعني ما شاء الله اصواتهم جميلة جدا. احنا مش عايزين نتكلم، احنا عايزين نسمعكم بس. والله باشا عرفوهم بنفسك. انا الحاجة نبيلة من الشرقية. المايك على المايك. انا الحاجة نبيلة من الشرقية. من هنا خليه زي ما هو، خليه زي ما هو اتكلمي. أنا الحاجة نبيلة من الشرقية بلد السنوت ومركزي من يالقمح. الله يكرمك، ده أنتوا اللي منورين. أه والله. عايزاكي بقى تغني لنا أغنية كده حلوة للناس، الناس عايزة تسمعك. عيني حاضر. غني لنا بقى حاجة بقى مضطرب بقى زمان. حاجة بقى مضطرب بتاع زمان كده. ماشي. حاجة تكون حلوة كده. تكوني بقى مضطرب كده ومرتاحة. حاجة تكون حلوة. يلا قول. طلب جماهير. طلب جماهير. قول يلا. طلب إيه؟ طلب جماهيري. الناس عايزه تسمعك ابو كبير ميدان. يعني فرحنا فرحنا واللي جاي فرحنا. فرحنا فرحنا واللي جاي فرحنا. يا ليله جميله جميله ونسيبنا العيله العيله. يا ليله جميله جميله ونسيبنا العيله العيله. الورد هل علينا علينا علشان فرحنا. فرحنا فرحنا واللي جاي فرحنا. يا ليلة جميلة بيضة عروستنا حلوة ومودة. الله. زغروطة يلا يا رودة علشان فرحنا. فرحنا فرحنا واللي جاي فرحنا. موال ده من كل جهة. الله. جاية ناس وجيها. الله. ده من كل جهة. يا سلام. جاية ناس وجيها. حلاوة فرحنا فرحنا. الله. اللي جاي فرحنا. فرحنا فرحنا واللي جاي فرحنا. اتعلمي فن طبخ عروسة. اتعلمي فن طبخ عروسة. اتعلمي فن طبخ عروسة. اتعلمي فن طبخ عروسة. ودي كل كلمة ليها وقت وعوزة. اتعلمي فن طبخ عروسة. إن جت حماتك فريش الله ورحابي. إن جت حماتك فريش الله ورحابي. قولي لا أهلا وحشتينا والنبي. الله
علمي فن الطبخ يا عروسة. إن كنت عايزة من نعم تعيشي، إن كنت عايزة من نعم تعيشي، أول بأول قصقصي له ريشه وتعلمي فن الطبخ يا عروسة. ضبطي جوزك يا اختي مليله معدته، ضبطي جوزك يا اختي واملي معدته علشان هتبقي كل حاجة في دنيته. وتعلمي فن الطبخ يا عروسة. موال يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا خاطب البنت، روح للبنت ضربوها، ادعى بعت البنت، امسك عصاية الادب وروح اخطبها من ابوها، ونعابة البنت يبقى لعب من ابوها. الله عليك يا حاجة. خلاص الله عليك يا حاج. يا باشا انت مرفوع على احلى قناه في الشرقيه طبعا. والله احلى قناه في الشرقيه، اكيد مشاهدات عاليه. اخواتي عايزين الفيديو دي يطلع ترند باذن الله. اخواتي محافظه ابو كبير تمه اللي عايزينها تطلع ترند. عندها كتير ممكن تسمعه. ممكن تسمع الناس. احنا عايزين بقى نبدا بموال وحاجه يا حاج. موال وحاجه يا حاج. ماشي. عشان بقى تسالك بقى الاسئله اللي عايزاها. ان شاء الله الناس بتشجع. بس ما تقولي لي بقى اهو. لا قولي. بس بقى يا جدعان بعد اذنكم بقى يعني الصوت بس شويه عشان تتكلم. يلا قول الموال. بخت العيد المال لما المايل صباح معدول، بخت العيد المال لما المايل صباح معدول، قايس في ارضك وعارف عرضه على طول، سيبك من اللي يقولك انا لك حبيب على طول، الندل لو عاش بتفضل ذكرته على طول، السبع لو مات بيفضل يحب ولادك على طول. الله الله حجة يا حجة يا حجة يا حجة يا ام شلتباوي، حجة حجة يا حجة يا ام شلتباوي، رايحة فين يا حجة؟ رايحة شاهد النبي محمد وانا فوق على مالي. حجة يا حجة يا ام شلسماوي، ارحى فين يا حجة يا حجة يا حبيبة النبي. رايحة فين يا حجة؟ رايحة فين يا حجة؟ يا ام شلقطيفة، رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة. حاجة يا حاجة يا ام شلقطيفة، راح ازور النبي محمد والكعبة الشريفة. رايحة فين يا حاجة؟ يا ام طرحة بيضة. رايحة فين يا حاجة؟ يا ام طرحة بيضة. رايحة شاهد النبي محمد هو قطوف على الروضة. حاجة يا حاجة يا ام شلطيفة، راح ازور النبي محمد والكعبة الشريفة. عندي باب النبي محمد يلا يا جماعة. الله الله. عندي باب النبي محمد يلا يا جماعة. الله الله. يا عشاق النبي الهادي طلبني الشفاعة. حاجة يا حاجة يا ام شلطيفة، راح ازور النبي محمد والكعبة الشريفة. الحج للموعود. الله. الحج للموعود. يابا يابا يابا. الحج للموعود. الله.
هوش بكتر المال ولا هوش بكتر المال الحج للمولود ولا هوش بكتر المال انا لو معايا مال لا روح للنبي هناك الا فقير المال يا بني وديني رحت جبل عرفات شهدت بعيني. الله يا ابو طارق. الله يا ابو طارق. الله عليك يا ام طارق. استنوا بقى عشان تتكلم. استنوا بقى عشان هي تسالنا اهي. يعني ما شاء الله الله عليكي، الناس كلها بتحبك، الكومنتات كلها جميلة، الناس يعني ربنا يديك الصحة، وصوتك أصيل ما شاء الله ما شاء الله. يعني يعني أنا بقى عايزة أعرف أنت نفسك في إيه أنت وهيثم؟ نفسنا إن إحنا نطلع من اللي إحنا فنانين حلوين بس مدفونين، نفسنا نطلع الفن كده والناس تشوفنا ونطلع نغني بره. يعني حد يتولانا كفن، مش يتولانا ان احنا فقراء ولا محتاجين. لا الحمد لله بس كفن في مواهب. يعني في مواهب. ام والدتي يعني الحمد لله ما فيش ولا تعليق بيجي من يوم ما رفعت وحش، كل اللي بيعلق بيعلق صح، اخواتي كلهم اللي بيشاهدونا والناس اي حد بيشاهدنا بيعلق تعليق محترم وناس محترمينه على دماغنا، بس احنا نفسنا حد من المنتجين او حد من اللي بيدعموا الناس دول يدعمونا. وعايزين نسافر بدوله بره كده نغني فيها برضه يا قبله كده. يعني انت جاي صوتك جميل وصوتك اصيل وحاجه كده تفرح والله وتشرح القلب. الناس بقى عايزه تسمع اغنيه الشارع تاني. اخد بقى الترند يا جدعان لازم تسمعها. يلا. انا شرقاويه يا ولا انا شرقاويه من يا القمح يا ولا العصبيه. انا شرقاويه يا ولا انا شرقاويه من يا القمح يا ولا احلى صبيه. انا شرقاويه يا ولا انا شرقاويه من يا القمح يا ولا العصبيه. ميل وتعالى يا واد عندي ميل وتعالى احلى رجاله يا ولا رجاله الشرقيه. انا شرقاويه يا ولا انا شرقاويه من يا القمح يا ولا قد عصبيه. هايل ومايل يا ولا هايل ومايل القطن في غاتي يا ولا عامل عمايل. هايل ومايل يا ولا هايل ومايل القطن في غيتي يا ولا عامل عمايل. ماسك الخرزانة يا ولا ماسك الخرزانة ماسك الخرزانة يا ولا وعوج الطاجية. انا شرقاوية يا ولا انا شرقاوية من يا القمح يا ولا اربع صبية. انا شرقاوية يا ولا انا شرقاوية من يا القمح يا ولا احلى صبية. انا شرقاوية يا ولا انا شرقاوية من يا القمح يا ولا اقطع صبية. ويادي هي وابو كبير على الطريق الله. على الطريق الحلوين يا على الطريق الله الله. بلد الجناين هي الحلوة على الطريق الله. قد عروسة يا ولا بنت الشرقية. انا شرقاوية يا ولا انا شرقاوية اقطع صبية يا ولا بنت الشرقية. لف وتعالى يا ولا لف وتعالى هما الشرقوة يا ولا احلى رجالة. لف وتعالى يا ولا لف وتعالى احلى عروسة يا ولا بنت الشرقية. انا شرقاوية انا شرقاوية. عظمة على عظمة يا غالي. كلنا بنحييك تحية يا أولاد. ما روحش لغاية الباميه
شوكتني ولا ما روحش الغيط ده البامية شوكتني ولا ما روحش الغيط ده البامية شوكتني ولا ما روحش الغيط ده البامية شوكتني ولا ما روحش الغيط البامية شوكتني ولا ما روحش الغيط ده البامية شوكتني ولا ابويا قال لي يا فكرية الله الله هات الحمارة والعربية الله الله ازرعي غلة وملوخية والبامية شوكتني ولا مروحش الغيط ده البامية شوكتني ولا ابويا قال لي يا فكرة الله الله هات الحمارة ويا المحرة الله الله ابويا قال لي الله الله هات الحمارة ويا المحرات تزرعي عدس ونبات والبامية شوكتني ولا ما روحش الغيط ده البامية شوكتني ولا ما روحش الغيط ده البامية شوكتني ولا ابويا قال لي سيبك منه الله الله هجوزك احسن منه الله الله جدع حيلي ويفهم عنه ده البامية شوكتني ولا ما روحش الغيط ده البامية شوكتني ولا يا غدر يا قرني البامية 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 البت حلوة بيضة بس حامتها عامية البت حلوة بيضة بس حامتها عامية يا غدر يا قرني البامية يا غدر يا قرني البامية عروستنا حلوة بيضة والواد الواد حلو جنة عروستنا حلوة وبيضة والواد حلو جنة الولا هو صاحب الفرح قلبه انشرح صاحب الفلوس يحضن ويبوس الواد ابو طاقية سقفوا له يا اولاد خليها تقفلك بموال حلو اقفل الباب موال حلو عشان يقفل اللايف خلي الاستاذ اسامه يقول لكم حته حلوه بقى خليها تاخد نفس يا طب ممكن تسمعنا حاجه بص ما هي هسمعهم وانا هسمعك برضه وانا هسمعك برضه هنقول حاجة بقى للنبي برضو اقول لك حاجة ايه هنقول حاجة للنبي يا عم ويا طلبان طب ايه رايكوا في انيتا الدنمارك ليل ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل بعد الف الناس اللي بوشين ما بيشبعوش ندالة يبقوا بياكلوا معانا وشاربين ومسالكين معانا وفي كل ضمير قدمنا الخير وحسبناهم رجاله اخرتها ما نبنا غير التحوير من حبه اشكالاله جايين تعشوا على الناس وانتوا ما تعرفوا ايه معنى الواجب عاملين غاليين ارخص عمر العين ما تعلى عن الحاجب ده اللي بيزرع تفاح حسد اللي زرع على ناس ولا عاجب مش فارقه معانا اي قريب كله هيتحاسب ومش اصول لا لا ولا الطبع رجاله همضي القناة الزالة من حياتي يا الله شكرا اخواتي وحبايبي المحترمين عيسى
يا طول. حاجه ثانيه لما يجيبوا لنا العصير بيجيبوا لنا عصير. مين اللي يجيب عصير؟ لا لا عصير يا شيخ. يا طولتي ميت مرحبا، يا طولتي ميت مرحبا، بعزي حبايبنا جونا، بعزي الاذاعه والتلفزيون، اهم جم وشافونا، يا طرحنا على البال ولا تنسونا، اهل التلفزيون، اهل التلفزيون، والصوت الجا من جونا، والليله ليله الحبيب النبي، اوعوا ما تنسونا. الله الله حاجه ضيعتني يا حاجه، يا ام شلطيطه رايح ازور النبي محمد والكعبه الشريفه. رايحه فين يا حاجه يا ام شلسماوي؟ رايحه فين يا حاجه يا ام شلسماوي؟ رايحه شاهد النبي محمد وانفق عالي مالي. رايحه فين يا حاجه يا ام شلطيطه؟ رايحه ازور النبي محمد والكعبه الشريفه. عرفات يقول يا للحبيب النبي انا واقف على بابك. اقفل اقفل اقفل. بقى احنا جايين نصور هنا، انتوا تعملوا لنا مشاكل. انتوا وقفوا. يلا يا عم نروح غدك ضايع يا باشا. تعالوا روح هنا عند الدوله الغطا اللي عند الدوله الكبير ده البعيد ده اهو. يعملوا لنا كدوت واحنا بنصور.